لا تبخل علينا بالاشتراك والإعجاب. أهلا وسهلا أعزائي مشاهدين، النهاردة احنا في طريقنا لمدينة جديدة في ولاية فلوريدا اسمها أورلاندو، وهي حوالي 380 كيلومتر من مدينة ميامي. رحلة أخذت ما يقارب 4 ساعات بالأتوبيس. نازلين نستريح شوية في استراحة على الطريق، وبعد كده هنكمل رحلتنا. الدنيا مطرة خفيف والطريق ممتع، والخضار موجود على الجنبين على طول الطريق زي ما انتم شايفين كده. حجزنا في فندق اسمه ريديسون هوتيل اورلاندو في منطقة ليك بوانا فيستا اللي هي جنب ديزني لاند. استريحنا شوية في الأوضة ونازلين عشان نروح ستور ضخم اسمه وول مارت. لازم تروحوه لما تروحوا أمريكا، لأن أسعاره كويسة وفيه كل حاجة زي ما بيقولوا من الإبرة للصاروخ. تو باك الاثنين مع بعض ب 11.88 يا بلاش كم؟ 11.88 فيتامين سي. ده يا جماعة التلفزيون ده 65 بوصة الترا هاي ديفينيشن، بكام بقى؟ 8 و7 آلاف جنيه.
راجعين الفندق بعد يوم شراء طويل. ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وانتظروني في فيديوهات ومغامرات جديدة. مع السلامة.